اهلا بحضراتكم من جديد. احنا دايما بنحب ان احنا ننزل الشارع بكاميرا صباح الورد ونسال الناس بعض الاسئله اللي بتكون خفيفه وممكن يكون دمها خفيف. احنا النهارده نزلنا بسؤال عن الفرق بين الكزبره والبقدونس، ودي من الاسئله اللي يمكن يعني وجوديه وبتحير ناس كتير، هي ما جاتش على بال حد في الحقيقه، ويعني الناس بتضطر في الاخر ان هي تشتري ثلاث انواع من الخضار ويروح البيت وهو مش عارف اصلا الفرق ما بين الكزبره والبقدونس. سؤال الفرق بين الكزبره والبقدونس سؤال دايما بننسى اجابته، في ستات كتيره ورجاله اكتر بتحتار في الفرق بينهم. كاميرا صباح الورد نزلنا الشارع وسالنا الناس ايه الفرق بينهم، تعالوا نروح نشوف اجابات الناس ونرجع لكم مره تانيه. السلام عليكم. عايز اعرف مين فيهم البقدونس ومين الكزبره، بصراحه انا محتار. اعرف من الريحه. شيم ده بقدونس. ايوه الاثنين بقدونس. الاثنين بقدونس. الاثنين بقدونس. مفيش كزبره خالص؟ لا ما فيش كزبره. تقريبا ده بقدونس وده كزبره. عرفت منين؟ معرفش، تقريبا معرفش. اشمعنى يعني؟ ممكن دي الكزبره ودي البقدونس، او ممكن دي الكزبره ودي البقدونس. انا قلت لك على اللي اعرفه بقى معرفش. ايوه عرفت منين؟ خمنت. حسيت ان دي كزبره؟ هو انا قلت صح ولا غلط؟ ما انا معرفش، انا بسالك. طب انا اللي قلت صح ولا غلط؟ بقول لك انا معرفش. وانا برضه معرفش، انا قلت بالبركه. طب انا ممكن ادوقهم الاول وانا اعرف لك ايه الفرق. انت جعان شكلك. والله ما فطرت يا جدع. طب استنى كده. ايوه مزه. انت جاي تهزر؟ ما انا بسالك. دي يلا قروله، ده الكزبره وده البقدونس. عرفت منين بقى؟ طعمها بقدونس كزبره. وانت؟ ما اعرفش. شايف ايه يعني؟ قول لي كده. لا والله ما اعرفش. افتكر مين فيهم البقدونس ومين الكزبره كده؟ قول ده كزبره. فاهم انت؟ وخلي ده حنجر ولا اي حاجه. ده بقدونس. ده بقدونس. والمفروض ان دي الكزبره، ده لو انا مش غلطان يعني، عشان انا مش ممكن العكس. ممكن بس كده الاثنين بقدونس. ما هو ممكن نقول ان الاثنين خضار. بقدونس كزبره. فين بقى؟ ده بقدونس وده كزبره. متاكد؟ هو ده نعناع ولا ايه بالظبط ده؟ ممكن جرجير. بقدونس عارف شكله الله اعلم، بس ده بقدونس، ده اللي انا متاكد منه. وده الله اعلم، ما اعرفش. ده البقدونس، ده الكزبره. عرفت منين؟ ده انا فلسطيني. أيوة. بعرف الكفت. ده البقدونس ده الكزبره. عرفت منين؟ خبره. هما الاثنين ما لهمش ريحه يعني. ما لهمش ريحه الاثنين. ما لهمش ريحه؟ الكزبره بيبقى لها ريحه كده. لا في ريحه. فين بس؟ الاثنين كزبره؟ او الاثنين بقدونس؟ او واحده وواحده؟ لا هما الاثنين شكل بعض. انا بعرفهم بصراحه بالشم كده. والحقيقه الاثنين واحد. شايف الفرق بصراحه؟ واضح ان حاسه الشم عندك قويه. دي مشكله في حد ذاتها، انا خفت. ايه ده؟ يعني غير الشم الاحساس ايه؟ الاحساس والله انا بحس دي في المحشي بتبقى احلى. دي ايه بقى؟ اعرفش برضه. دي الكزبره. دي البقدونس ودي الكزبره. ايوه دي البقدونس ودي الكزبره. دي البقدونس ودي الكزبره. وانت برضه نفس الكلام؟ لا لا، دي بقدونس ودي الكزبره. دي الكزبره ليه؟ عشان خضراء وتخينه، انما دي صفراء ورفيعه. صفراء؟ طبعا واضح يا جماعه ان معظم الناس نسيت الفرق ما بين الكزبره والبقدونس. انت بتعرفي الفرق ما بينهم؟ بصي انا معلمه الكزبره ان هي ورقتها اكبر شويه من البقدونس، ده الفرق الوحيد اللي انا عارفاه. طب تصدقي بقى صح. انا عايزه طبعا اشكر زميلنا المراسل احمد الرشيدي. احمد بصراحه يعني اداؤه لطيف جدا، ماشي يا عيني بحزمه الكزبره والبقدونس. أوه. وعمال يسال الناس، وبعدين هو كرييتيف بصراحه، يعني بيطلع كده بمواضيع خفيفه فعلا. بالزبط. وبيهزر مع الناس بشكل لطيف. أيوه. ويعني حاجه تضحك برضو. انا ما جاش في بالي موضوع طريف جدا. يعني ما جاش في بالي موضوع الكزبره والبقدونس ده فعلا، بس انت لفتي نظري بقى. انا فاكره في البيت عندنا، واحنا يعني في البيت عندنا، ماما لما كانت تجيب الكزبره والبقدونس، او يمكن انا عشان عيني بتاخد على شكل البقدونس اكتر، فاه اذا في ورقه اكبر هعرف ان هي مش هي، ما اعرفش مش دي اللي انت واخده ان انت تاكليها. بس هبقى عارفه ان مش ده البقدونس. بالظبط. بس انا عايزه اقول لك ان الخضروات الورقيه مهمه جدا يا مها. طبعا في تعزيز المناعه وفي تقويه الصحه العامه كمان. البقدونس والكزبره بيحتويوا على الحديد
والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ج، فمفيد جدا جدا للصحه. وسعرها تقريبا ببلاش. ما هو ده بقى اللي احنا عايزين نقوله للناس. في ناس الله. يعني بتهمل في صحتها وبتهمل في ان هي تركز في جوده الاكل بتاعها بالضبط. بحجه ان هي متخيله ان الموضوع مكلف. ده بالعكس خالص، ده هو يعني ده من رحمه ربنا بالظبط انه الوجبات اللي بتكون مش مكلفة أبدا، سواء بقى الفول، العدس، البروتين النباتي، البصل، البروتين، الخضروات الطبيعية، الخضروات الطبيعية واللي بتبقى ليها مليئة بالألياف المهمة وأنتي أكسيدنتس للجسم. كل دي حاجات مش مكلفة بالمرة.